واول خبر معانا في حلقتنا النهارده، احدث خبر بيتقال دلوقتي في الوسط الفني ان المطرب اللبناني فضل شاكر اللي اعتزل الغنى من فتره واتقال ان هو انضم لجماعه الاسير الجهاديه ظهر حال دانو، وقال ان هو رجع لحياته الطبيعيه وعايز كمان يرجع للغنى من تاني، وقال ان هو ما قتلش حد في الجيش اللبناني وان في حد كان منتحل شخصيته على الفيسبوك. الغريب في الموضوع ده ان فضل نفسه كان مطلع فيديو قبل كده كان بيتباهى بيه ان هو قتل 2. النجم الكبير حسن يوسف هيقدم مفاجأة في رمضان الجاي، يا ترى ايه هي المفاجأة دي؟ المفاجأة هي مسلسل جديد وجري اسمه دنيا جديدة، وبتدور احداث المسلسل حوالين صراع بين الاسلام الوسطي المعتدل والمتأسلمين اللي بيستغلوا الدين بشكل غلط عشان يحققوا مكاسب مادية وسياسية. المسلسل بيشارك بطولته عدد كبير جدا من النجوم، منهم احمد بدير، سامح السريتي، احمد هارون، روجينا ونرمين ماهر ومحمد نجاتي وفتوح احمد واحمد خليل وميار الغيثي ونورهان ومريهان حسين. يا ترى ايه اخر اخبار قضيه فنان احمد عز والفنانه زينه؟ اخر اخبارهم دلوقتي ان هيئه الدفاع عن احمد عز تنحوا عن القضيه وان القضيه اتاجلت لجلسه 26 مارس.